السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. رجعت لكم مرة ثانية في مقطع جديد، واليوم نتكلم عن الجهاز الرائع بلاي ستيشن 4. هذا الجهاز اللي مرت عليه 5 سنوات، تخيلوا 5 سنوات مرت على هذا الجهاز من أول ما صدر إلى اليوم، وحس إنها مرت بسرعة. خلونا الحين نسترجع الذكريات ونتكلم في هذا التقرير عن جهاز بلاي ستيشن 4. كل اللي يبي منكم الدعم باللايك وتستمتعون في هذا المقطع. بلاي ستيشن 4 هذه المنصة المنزلية اللي قدمت لنا كثير من المتعة، ما تقتصر فقط على الألعاب، حتى التعرف على الجيمرز اللي جمعتهم في مكان واحد، حتى النقاش اللي يصير بين الجيمرز في كل مكان بخصوص هذا الجهاز أو ألعابه، وقدمت متعة حتى للشباب الغير مهتمين في هذا الجهاز أو الهواية والعوائل والأطفال اللي هم ما هم جيمرز، بالإضافة للكافيهات والأماكن والأنشطة والصالات والجامعات والبطولات والمسابقات الرمضانية وغيره من الأمور. يعني بلاي ستيشن 4 يعتبر أكثر من ما هو منصة منزلية، منصة للكل يستمتع فيها في أي وقت. وفي جيل الألعاب الحالي بلاي ستيشن 4 مر في مراحل تطور وأشياء كثيرة حصلت وتغييرات، وقدم لنا كمية من الحصريات ولا يزال مستمر في هذا الشيء، لكن ما ندري عن مستقبل الجهاز القريب، خصوصا بعد انسحابهم من E3 السنة القادمة، فما ندري متى ينتهي بلاي ستيشن 4، لكن الأهم أن نناقش ما قدم لنا الجهاز. فتعالوا معي في هذه الرحلة ونشوف شنو قدم لنا جهاز بلاي ستيشن 4. صدر جهاز بلاي ستيشن 4 لأول مرة في 15 نوفمبر 2013، وهي بداية الجيل، وكان شكل الجهاز مثل ما تشوفون أبو زوايا مربعة اللي لليوم أشوفه أجمل حتى من جهاز بلاي ستيشن برو، ولا يزال كثير من الجيمرز يستخدمون الجهاز في إصداره الأول. بلاي ستيشن 4 من أول ما صدر ولمدة 5 سنوات باع رقم خيالي، ولليوم يبيع ووصل عدد مبيعاته إلى 86 مليون نسخة حول العالم. تخيلوا هذا الرقم شوي، فهذا يفسر لك مدى شعبية الجهاز وانتشاره حول العالم. ودي أقول لكم إنه ما في بيت يخلو من بلاي ستيشن 4، لكن ما بأبالغ، لكن فعلا جهاز منتشر بشكل كبير. وعلى فكرة مرة من المرات كلمت أحد الموزعين في الكويت، قال إنه يباع في الكويت 20,000 جهاز سنويا من بلاي ستيشن 4. لليوم الجهاز يبيع بشكل خيالي. طبعا بجانب عدد مبيعات الجهاز، وصلت عدد مبيعات الألعاب على جهاز بلاي ستيشن 4 777 مليون لعبة مباعة للبلاي ستيشن 4 حول العالم. ومعلومة ثانية تقول لك تم تحديث الجهاز كليا، يعني اللي هو ميجر أبديت اللي غير بشكل كبير 11 مرة خلال ال5 سنوات. وفي عام 2016 تم إصدار نسختين جديدة من البلاي ستيشن 4، وهي سلم الصغيرة للكاجولز أو الصغار، وأيضا البرو المخصصة للهارد كورز والناس اللي يبون الأداء الأكبر والأفضل في نتائج الألعاب. فتقريبا اختيارات كلها موجودة إذا حد بيشغل الألعاب بشكل عادي عند السلم أو الجهاز القديم، أو إذا تبي تشوف أداء أفضل من ناحية الـ4K وسرعة الأداء عندك جهاز بلاي ستيشن برو. أما الحين ننتقل للحصريات، شنو قدم لنا جهاز بلاي ستيشن 4 في مسيرة ال5 سنوات هذه من ألعاب حصرية؟ أقدر أقول لكم وبصراحة أن ما في منصة نافست بلاي ستيشن 4 في الحصريات. سوني أخذت اتجاه الحصريات بجدية وقوة، ووضعت إكس بوكس ومايكروسوفت في موقف محرج، وخلت نينتندو تتجه اتجاه مختلف جدا عن المنافسة. يعني لو بتتكلم عن الحصريات انتهى النقاش، بلاي ستيشن قدمت لك أفضل حصريات في التاريخ. والحين بذكر لكم بعض الحصريات اللي اخذتني في مغامرة جدا جميلة مع بلاي ستيشن 4. اخذني بلاي ستيشن 4 في رحلة سينمائية رهيبة مع لعبة The Order اللي عشت فيها تجربة وقصة ورعب واكشن، وكأني اشوف فيلم لكن انا اتحكم في الاحداث. دخلت في عمق التحقيق في القضايا والارتباك والصدمات بمشاركة الاصدقاء مع لعبة Hidden Agenda مع الشرطية بيكي. عشت تجربة مثيرة ورائعة، واستخدمت قدرات ممتعة في المدينة مع لعبة Infamous Second Son. استمتعت في البساطة والفكاهة والأفكار الجميلة مع لعبة Knack 2 مع الأصدقاء. عشت تجربة إثارة وأكشن مغامرات ودراما من الطراز الفخم مع لعبة Uncharted 4. قاتلت أكبر زعماء وانسجمت مع موسيقى أسطورية في لعبة Shadow of the Colossus. نظمت بطولات ومسابقات تنافسية على أرض الواقع مع لعبة Street Fighter 5. عشت تجربة مظلمة وتحدي ممتع وصعوبة في عالم كئيب مع بلودبورن. أنقذت نيويورك مانهاتن من الخطر، واستمتعت في التأرجح في أنحاء المدينة مع لعبة سبايدر مان. عشت تجربة عالم مفتوح مميزة وتحدي الآليين وقصة جميلة مع لعبة هورايزن زيرو دون. تسابقت في أجواء ممطرة غزيرة وخلصت رخص القيادة في لعبة درايف كلوب ولعبة جراند تيريزمو. صارعت البشر في مغامرة درامية وحزينة وتحقيق الإنسانية مع لعبة ديترويت بيكم هيومن. عشت الرعب النفسي والدموي والتوتر واتخاذ القرار في لعبة Until Dawn. صارعت الزعماء وتخطيت الصعاب ومسكت أعصابي قدر الإمكان مع كريتوس في لعبة God of War.
عشت تجربة واقع افتراضي منوعة أخذتني في عوالم مختلفة واستمتعت جدا مع بلايستيشن VR. باختصار حصريات بلايستيشن 4 كانت كافية وتعطي الجيمر الجرعة الكافية والمتوقعة من كلمة حصرية. استمتعنا في كل ألعابها الحصرية ولا زالت تقدم لنا المزيد، لأن سوني بلايستيشن كانت جادة في اختيار هذا الاتجاه. طبعا غير موضوع الألعاب، بلايستيشن 4 تميز في الكنترولر اللي قدمت لك البساطة والأداء ولحالها تعتبر عالم ثاني. أيضا ما قصروا في التحديثات وتغيير نظام التشغيل، لكن لليوم اطارده العيوب والمشاكل لهذا الوقت. أيضا ما ننكر دعم الجهاز للغة العربية وتوفير الخدمات والخصومات الشهرية وأيضا الألعاب المجانية طول الوقت. بلايستيشن 4 هي منصة ألعاب للجميع، سواء كانوا الجيمرز أو الناس اللي غير مهتمين في الألعاب، لازم في يوم من الأيام يجربون الألعاب هذه في أي حال أو أي ظرف من الظروف ويستمتعون فيها. بلايستيشن 4 كمل 5 سنوات وما ندري هل هو راح يستمر أكثر أو لا، أو ممكن نشوف جهاز بلايستيشن 5، لكن أقدر أقولكم حتى لو وقف الجهاز يعتبر أنه قدم مهمته على أكمل وجه في 5 سنوات. في النهاية أبي كل واحد منكم يكتب ويعبر، حط وزن لل5 سنوات اللي عشتها مع هذا الجهاز وعبر في الكتابة في التعليق، اكتب أي شيء تبي في التعليق أو مسيرتك مع هذا الجهاز. ما في مشكلة أنك تذكر رأيك سواء في الإيجابيات أو السلبيات أو الحصريات أو شنو اللحظات اللي فعلا أثرت فيك مع مسيرتك مع هذا الجهاز. وأتمنى هذا المقطع ما يوقف عندك تنشر الأصدقاء، أبي كل واحد جرب بلايستيشن 4 يمر في شريط الذكريات هذا ويستمتع في هذا المقطع. في النهاية السؤال، هل عجبكم هذا المقطع؟ هل استمتعتوا فيه؟ هل يستحق النشر أو اللايك؟ أترك الإجابة لكم. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.